وعليكم السلام حبيبنا الشيخ مكي. بالنسبة لدور الطب البديل، معروف أنه له دور، سواء حتى في دول أوروبا أو في أمريكا أو في الصين أو في دول شرق آسيا. الطب البديل يعمل به في كثير من الدول، ولكن الطب الشعبي أنا اللي ملاحظات عليه، هناك استخدامات نسميها misuse أو سوء استخدام لبعض الأعشاب، واللي فعلا تكون لها سمية على المريض. وفي بعض المرضى لديهم بعض الأمراض المزمنة، أو مشاكل في الكلى أو مشاكل في الكبد، وهذه تكون خطرة. يعني كل عشبة طبعا لها محدود معين أو قدر معين من الجرعات، فأخذ المريض لهذه الكميات بشيء غير مدروس وغير مطبق سينعكس سلبا وليس إيجابا على المريض. أنا لست ضد الطب الشعبي أبدا، ولكن إن قنن وإن كان هناك ناس مختصين فأنا أتفق. لماذا؟ لأنه قد يدخل المريض في آثار جانبية لا تحمد عقباها، قد يتعرض لسميات. وبالفعل نحن شاهدنا الكثير من الحالات دخلت في حالات سمية وفي آثار جانبية غير محمود عواقبها، والسبب تعاطيهم لبعض الأعشاب وبكميات كبيرة أدت إلى ظهور هذه الآثار وهذه الأخطاء التي المفروض في بعضها خلاص يسموها غير، يعني غير مقبولة، لأنها خلاص المريض إلى لا رجعة، يعني يتجه إلى باب الله أعلم نهايته. فنحتاج إلى أن نقنن هذه الأمور، وبالعكس يعني إذا قننت أتوقع حيكون لها مردود إيجابي. إن استمرينا على ما نحن عليه من هم غير أهل لهذه المهنة، فهذا بالصراحة سيعود بالسلب، وأنا ضد هذا الشيء تماما.